السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن، وفي هذه الحلقة الحصرية في هذا الموضوع سنتكلم عن رحلة الرجل العنكبوت من مالي إلى قصر الإليزية. هذه القصة وقعت منذ سنوات قليلة بفرنسا، وهي شجاعة رجل إفريقي في إنقاذ طفل صغير من الموت المحقق. عبرت أسرة الطفل الذي أنقذ بصورة درامية بعد تدليه من شرفة شقة في باريس عن امتنانها للشاب المالي الذي بات يعرف بالرجل العنكبوت بعدما أنقذ حياته. ووصف جد الطفل الشاب المالي مامودو غاساما الذي تسلق 4 طوابق لينقذ الطفل من الخطر بأنه بطل حقيقي. ترى من هو مامودو غاساما؟ يبلغ مامودو 22 عاماً، وقد كرمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزي بمنحه الجنسية الفرنسية، وتحدى الشاب المالي الصحراء الكبرى والعصابات الليبية وأمواج البحر المتوسط خلال ملحمته لبلوغ أوروبا. كيف بدأت مغامرة الهجرة؟ في العام 2013 بدأ الشاب الخجول الذي ينحدر من بلدة ياغوين الواقعة في جنوب غربي مالي خوض رحلة الهجرة التي تودي بحياة الآلاف كل عام. وقال غاساما الذي لحق بشقيق لها سبقه إلى فرنسا لماكرون: لم يكن لدي ما يعينني على العيش ولم يساعدني أحد. وسافر غاساما عبر بوركينا فاسو وشمال النيجر ومنها إلى ليبيا، وهي المركز الأساسي لرحلات العبور السرية إلى أوروبا. وقضى مامودو في ليبيا عاما كاملا وهو يعمل هناك، حيث يقع المهاجرون فريسة لعصابات مسلحة تخطفهم من أجل الفدية أحيانا وأحيانا تستعبدهم. وقال مامودو: لقد عانيت طويلا إذ كنا نحتجز ونضرب، لكني لم أفقد الأمل. ثم أبحر بعد عام إلى إيطاليا في أحد القوارب المكدسة بالمهاجرين التي عادة ما تغرق، وقال لإحدى محطات التلفزيون الفرنسية: كانت الرحلة مفزعة وكان عدد الناس كثير جدا. ومن إيطاليا بدأ العام الماضي رحلته إلى فرنسا، حيث التحق بأقارب لها في حي مونترويل شرقي العاصمة باريس الذي يعرف باسم باماكو الصغيرة، مقارنة بالمدينة المالية التي تعرف بكثافة سكانها. وكان المأوى الذي يقيم فيه عبارة عن غرفة في منزل للمهاجرين مساحتها 15 مترا مربعا يشاركها فيها أقاربه، وفيها بعض الفرش على الأرض. وكان غاساما الذي لم يقدم على اللجوء في فرنسا يقبل بعض الأعمال في مجال البناء، لكنه كان مهددا بالترحيل في أي وقت. يوم السبت الذي غير حياتها. نعم، لكن حياته تغيرت تماما وبصورة درامية يوم السبت، حينما هب لإنقاذ طفل في الرابعة من عمرها شهد وهو يتدلى من شرفة من الطابق الرابع في بناية في شمال باريس. وقال غاساما الذي كان يتمشى في المكان وقتها لماكرون وهو يحكي له الحكاية: لم أفكر مرتين، بل اندفعت لأداء المهمة. ويوم الاثنين نقل مامودو إلى قصر الإليزي لمقابلة الرئيس الفرنسي الذي استمع مبتسما إلى حكايته ثم منحه نوط الشجاعة. وقال غاساما بعد ذلك: إنني جد مسرور لأن هذه هي المرة الأولى التي أتسلم فيها ميدالية. ونقلت وكالة فرانس بريس عن شقيقه الأكبر بيراما البالغ من العمر 54 عاما قولها: نحن فخورون بها، إنه يحب مساعدة الآخرين. وأشار إلى عشق شقيقه لكرة القدم، وكذلك منح غاساما الجنسية الفرنسية، كما أن ماكرون عرض عليه وظيفة في خدمة الإطفاء. وقال له ماكرون: أنت أصبحت مثالا لأن ملايين الناس شاهدوك والأمة كلها ممتنة لك. كما رحب به في خدمة الإطفاء قائلا لها: إنه جسد القيم التي يتحلى بها أفراد الإطفاء. نعم، إنها شجاعة الشاب المالي الذي قام بعمل بطولي، حيث انتشر هذا الفيديو في وقتها بشكل كبير عبر العديد من المواقع الإلكترونية ليكون بطلا حقيقيا، وأطلق عليه سبايدر مان الحقيقية. أتمنى أن تعجبكم هذه الفقرة، وسنأتيكم بالمزيد دائما في قناتكم كوكب الفن. أستودعكم الله، إلى اللقاء.